اقرأ وخيّا ورتّل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ وخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعود في روحه إنسانا، وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان، وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكل ما من لزم الهدى مهانا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا، نهلوا من القرآن أعذ بمورد. أخلاقهم كانت هي القرآن، أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ خيها، اقرأ خيها، اقرأ خيها، اقرأ خيها ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجهد أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. سر نهضتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن صوني شرعه، واروي به كونا غدا عطشانا عطشانا. بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا،
في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ اقرأ أخيها ورتل القرآن. اسمح بصوتك أسمع الأكوان.